عندنا مسائل شاذة، مسائل شاذة أو نادرة الوقوع أو مرجوحة، مسائل إما شاذة أو نادرة الوقوع مفهوم أو مرجوحة، مسألة يسميها الفقهاء المشركة المشتركة الحجرية الحمارية العمرية، هذه مسألة مرجوحة اتركوها، بس أنا أقول لكم حتى إيش تفهم أنه عندنا مسائل، هذه مسألة واحدة اسمها المشتركة والمشركة والحجرية والحمارية والعمرية مفهوم، لأن عمر رضي الله عنه قضى فيها بهذا القضاء، والورثة قالوا لعمر هب أن أبانا حجرا ملقا في اليم، وفي رواية أنهم قالوا لعمر هب أن أبانا أكرمكم الله حمارا، خلاص واتركوها مرجوحة هذه. الجد قلنا الجد مثل الأب صح، مر معنا أن الجد مثل الأب إلا في العمريتين، وعندهم مسألة ثالثة الإخوة أشقاء أو لأب، الإخوة اليوم يحجبون بالجد، فالإخوة الأخوات أشقاء أو لأب أو مختلطين مع الجد، الصحيح اللي رجح الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى والشيخ بن باز رحمه الله الجميع أن الجد أب يحجب كل الإخوة مفهوم وارتاح. وإذا مسائل الجد والإخوة عندنا منتهية وارتاح، وهذا أسهل، والله سبحانه وتعالى قال ملة أبيكم إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو جد مفهوم مفهوم يا شيخ صالح وارتاح. إذن ليس عندنا مسائل جد وأخوة ارتحنا منها، الجد يحجب كل الإخوة تمام. عندنا مسائل قلنا نادرة الوقوع هذه تركها، إذا وقعت تجد من يقسمها، مثاله قال المفقود والحمل والخنثى المشكل، هذه يقول نادرة الوقوع واتركها، إذا وقعت تجد من يفصل لك فيها، لكن عندنا مسائل واضحة تبينت معنا بإذن الله تعالى خلاص. طيب يبقى معنا مسائل ذوي الأرحام، مسائل ذوي الأرحام، جينا الإنسان مقطوع من شجرة لا زوجة ولا أولاد ولا حواشي، اليوم الشيخ يقول حواشي، الحواشي عند الفرضيين مو مثل الحواشي اللي عندكم عند الجزارين يا أخواننا، أنت عند الجزارين هنا واحد يقول لي حواشي، ايش الحواشي؟ حاشي حاشي هناك في المطعم ولا عند الجزار، هنا الحواشي من هم؟ غير الفروع وغير الاصول صح، الاخوه وبنوهم والاعمام وبنوهم، اما يقول لي حواشي يقول انتم ما شاء الله عندكم حاشي هنا، استغفر الله العظيم، مفهوم يا شباب؟ انتبه معي. عندنا ذوي الارحام وجدنا انسان ليس له ورثه من 25 ما وجدناهم، ايش نصنع؟ نبحث عن الاقرباء ذوي الارحام، ايش ترك؟ قال ترك بنت، بنت وارثه؟ لا، الان نريد نورثها. اسهل شيء في توريث ذوي الارحام تضع اصبعك، لما تضع اصبعك على البنت ايش تخرج؟ بنت، وتورثها على انها بنت وانتهى الموضوع، نصف، جاءتنا بنت معها، بنت بنت ابن، ضع اصبعك بنت ابن، وعم لام، العم لام ينزل منزلة الاب، اذا التنزيل هنا بنت بنت ابن وايش؟ المسألة من ستة، ثلاثة واحد اثنين، انتهت المسألة، هذا توريث ذوي الأرحام، سهل جدا، موجود عندك جدول أي وارث من الورثة تعرف تنزله أي منزلة. طيب أخواننا نعم، إذا بهذا ولله الحمد مررنا على أكثر المسائل، المسائل الواقعة في الغالب مررنا عليها، تصحيح المسائل، الانكسار، قلنا الخنثى المشكل مفقود الحمل، هذه مسائل نادرة الوقوع اتركها خلاص. الحمل يعني مثلا بعد عمر طويل في طاعة الله صالح مات وترك ايش؟ زوجة، كانت الزوجة هذه ايش؟ حامل،
طيب حامل هذا ممكن يكون ابن صح، وممكن يكون بنت، وممكن يكون توأم، ابن وبنت أو ابنين أو بنتين صح. فإحنا نحط نضع أعلى احتمال إذا أصر الورثة على قسمة التركة إيش؟ قسمنا بأقل احتمال نعطيهم، أقل شيء نعطيهم، ونوقف الباقي حتى تضع الزوجة الحمل، مفهوم؟ أي نعم. أقل الحمل كم؟ أقل مدة للحمل 6 أشهر، وأكثر الحمل من يقول 10 12؟ وين يجي 10؟ 9 سنين؟ ها؟ إيش؟ لا حد لأكثره، مفهوم؟ ما في حد. يقال والله أعلم، والله أعلم، أن الشافعي الإمام الشافعي محمد بن إدريس رحمه الله نزل بأسنان ظل في بطن أمه 2 سنين، والله ممكن. فقالوا المذاهب تعرف إخواننا، ليس المذموم أن يدرس الإنسان المذهب، مفهوم؟ المذموم إيش؟ التعصب. المذموم إيش؟ التعصب. وإلا الشيخ بن عثيمين، الشيخ بن باز، شيخ الإسلام ابن تيمية درسوا المذهب وتحرروا عنه، إذا جاءهم الدليل تركوا المذهب ورجعوا للدليل، مفهوم؟ لكن يدرس المذهب لا إشكال في هذا. فالأحناف، لأن اليوم الذي ولد فيه الشافعي رحمه الله مات أبو حنيفة، فالأحناف قالوا إمامنا هو الإمام، قالوا للشافعية. قالوا لماذا؟ قالوا لأن الشافعي ما استطاع أن ينزل إلى الأرض حتى مات أبو حنيفة رحمه الله. قال الشافعية لا والله، إمامنا هو الإمام. قالوا لماذا؟ الأحناف يقول الشافعي لماذا؟ قال لأن الإمام الشافعي عندما نزل على الأرض رفص أبو حنيفة فمات. تعصب يا أخواننا. الأئمة لابد نتوسط فيهم، لا إفراط ولا تفريط. والله نحب الأئمة الأربعة ونتقرب إلى الله بحبهم، ونقول أن نحب الأئمة الأربعة من الإيمان لأنه أئمة أهل السنة والجماعة، لكن لا ندعي لهم العصمة، لا يمكن، أو نرفعهم أو نتكلم أو نأتي بقصص لم تثبت، مفهوم الشيخ؟ تمام. وبفضل الله إخواننا مسائل الفرائض الخلاف فيها يسير قليل جدا. طيب، يعني الخلاف في المذاهب. فعندنا هذه المسائل المهمة عندكم لابد تنبه عليها العوائل، أننا نقسم التركة مجرد يموت ونغسل ونكفن ونصلي عليه نأتي إلى قسمة إيش؟ التركة، وقسموا وانتهوا من الأمر. طيب يا شيخ، نعم، أحيانا يترك صالح ترك جنبية، قال الورثة هذه الجنبية لا تقدر بثمن. الله أكبر، إيش جنبية يا رجل؟ قال لا، هذه جنبية، هذه تراث ومن أيام كذا وقرن قرن، المهم. طيب إيش الورثة؟ قال الورثة ما نبي نبيع الجنبية هذه، ايش تبغى في الجنبية؟ قال والله نبغى نحتفظ بها، لأنه كل ما تقدم كل ما تغلى، ونبغى نتذكر صالح وأيام صالح رحمه الله. طيب ايش نصنع؟ مسألة صالح من كم؟ 18. نقول الجنبية نبغاها تمر عليكم كل 18 يوم، صح؟ 6 أيام عند البنت، و4 أيام عند البنت هذه بنت الابن، وعند هذه زوجة الابن ذاك يوم، وهذه 7 أيام، وتلف عليهم، مفهوم الشيخ؟ تمام. عندنا يروح القاضي، عندنا مشكلة في الإذن والنفر، انتبه معي.
الآن يجب على صالح أن يعدل بين إيش؟ أولاده. اتقوا الله واعدلوا بين أولاده، مفهوم؟ في ماذا؟ في الهدية، في العطية، لأنه لا وصية بوالد، صح؟ لابد يعدل بينه. فماذا يصلح؟ إخوانا هذه أنا أقول هذه المسألة لأنها مسألة مهمة فيها هذا العدل والتقوى بين الأولاد. إيش تصلح؟ قال صالح عندي والآن إيش؟ ابن وبنت، تمام؟ البنت هذه في العيد مثلا تحتاج إلى إيش؟ نفقة، اشتري لها فستان وشنطة، صح؟ وإسورة مثلا، صحيح؟ أكرمكم الله جزء. لكن يقول الولد الابن هذا إيش يحتاج؟ ثوب، انتهى الموضوع، صحيح؟ يعني الولد ما يكلف أحيانا في العيد 100 ريال، لكن البنت ممكن تكلفه قال 300 ريال، هل يلزم العدل؟ لا، لأن هذه إيش؟ نفقة. قال هذه بنتي صغيرة عمرها 6 أشهر، أشتري لها أكرمكم الله حفايظ من برز وسريلان ورضاع، صح؟ وسرير هذا اللي المهم وأشياء عشان تسكت وكذا، المهم، وهذا الابن ما يكلفني شيء، فهل يلزم العدل؟ لا، نقول هذه إيش؟ نفقة. لكن لو أعطى هذا الابن 1000 ريال لابد يعطي البنت كم؟ 500 ريال، تمام. صالح قال هذا ابني يعني الآن احتاج 1000 ريال إن أعطيه أو أعطيه هدية 1000 ريال، لو أعطي هذا البنت الصغيرة بتضيع 500، صح؟ أو مثلا جاء ولد من أولادي مثلا الأب الولد يأتي لأبيه الآن يقول أبي أعطيه، قال ولدي ما أستطيع أعطيك، لازم أعدل. قال سجل على يدين أو كذا. فأحسن شيء عند الآباء يصنع دفتر ويكتب ديون على أولاده، مفهوم؟ لأنه لابد يعدل بينهم. لماذا يعطي صالح 50,000 وحسن ما يعطي شيء، صح؟ لا. ويقول هو لو أعطي هذه البنت الآن تضيع المال، نقول ما في إشكال. تقول لابنك هذا المال أنا أحسب عليك دين، وإذا مت بعد عمر طويل في طاعة الله نخصم من تركتك، وبهذا أعدل بين الأولاد، حتى الناس حتى الأولاد يعرفوا أن هذا الأب إيش؟ عادل حازم، مفهوم إخواننا؟ وهذه طريقة مريحة، مفهوم الشيخ؟ تمام. إيش بقي عندنا في الجدول؟ تقسيم التركات أخذنا الخنث المشكل مفقود الحمل. الخنث المشكل يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله الآن ليس له وجود، تقدم الطب والأطباء يحددوا أن هذا ذكر أو أنثى. المفقود، المفقود هذا الذي يفقد، فقد خرج من البيت صالح بعد صلاة العشاء ولا أثر، مستشفيات، الطوارئ، الشرطة، المباحث، الاستخبارات العامة، الحدود، الجوازات، المطارات، ليس له وجود. وين فقد؟ ننظر، لابد القاضي، هذا عمل ليس عملنا نحن، عمل من؟ قاضي في المحكمة. الزوجة ترفع إلى القاضي تقول والله غاب صالح عني وما أستطيع أن أنتظر، لازم تشوفوا لنا حل، مفهوم؟ القاضي ينظر هل هذا فقد في بلد يغلب فيه السلامة أو الهلاك، مفهوم؟ وهذا عمل القاضي ليس عمل. القاضي قال هذا اعتبره مفقود، خلاص نقسم التركة ونوقف الباقي حتى يرجع أو يحكم القاضي بموته، مفهوم؟ تمام. طيب ما بقي شيء؟ خلاص. الغرق والهدمة، الله المستعان، أعطي مثل هنا حول بعد عمر طويل في طاعة الله القحطاني توكل على الله، ايش صار؟ قال والله راكبين العائلة الكريمة راكبين في الجمس، خلاص طريق الجنوب حار، الرجل
والزوجة يعني الرجل والزوجة والأولاد كلهم. فهنا إذا لم نعلم المتقدم المتأخر هذه تسمى مسألة غرق أو هدم، لكن علمنا أن أول شيء مات الرجل ثم ماتت المرأة مسألة إيش؟ مناسبة. مفهوم هذه الغرق والهدم. ولهذا الآن فرضيين يسألوا من؟ المستشفى والإسعاف. يقولوا جئت للحادث، قال والله جئنا حصلنا الرجل ميت والمرأة قلقناها الشهر. إذن إيش؟ مسألة مناسبة. قال الله جينا كلهم أموات، الله المستعان، واغفر لهم وارحمهم بعد عمر طويل بطاعة الله. مفهوم الشيخ؟ إخواننا إحنا نعمل مع الأموات، ما نعمل مع الأحياء. شيخنا جزاه الله خير أيام الحج، لأن الزحام يكون في المسجد النبوي تغلق الأبواب مع أذان، أحيانا أذان الفجر تغلق الأبواب، ودرسنا نحن مع شيخنا بعد صلاة الفجر. فمر الشيخ جاء يريد الدخول المسجد النبوي، البواب هذا قال ما تدخل. قال يا شيخ عندي درس كذا. قال ما تدخل. قال اسلم، نحن عملنا مع الاموات، اذا عندك تركه عندك شيء قال اعوذ بالله من الصباح اموات ادخل. فادخل الى النهار. مفهوم؟ فنحن نشتغل مع الموت. ولهذا كانت الفرائض ايش؟ نصف العلم، ان العلم اما علم احياء واما علم اموات. والله اخواننا علم شيق ويحتاج الى تدريبات تتدربوا عليه وتدخلوا الموقع، اتفقنا؟ تدخل الموقع وتبدا بالدراسه. لا مانع انك تكرر المسائل، تسال، تتصل على الشيخ وليد، الشيخ وليد عنده لك مسأله. شيخنا الله يغفر له ويرحمه قال لي، قال ذهبت الى الرياض قدر الله أن التقى بالشيخ بن باز رحمه الله تعالى. الشيخ بن باز قال لشيخنا، قال له ايش تدرس يا عمار؟ الشيخ متواضع شيخ، قال ادرس الفرائض والنحو، هو يدرس كل ما يخطر على باله، مفهوم؟ حتى العروض كالتفسير البلاغه. فقال له يا شيخ انا ادرس الفرائض والنحو. قال اسمع يا شيخ عمار، مسألة فيها بنت وأخت شقيق وبنت وبنت ابن وأخت شقيق. ضحك الشيخ عمار من مسألة سهلة جدا. الشيخ بن باز رحمه الله قال تعالى، قال للشيخ عمار، قال لماذا تضحك الشيخ عمار؟ قال سهلة. قال حلها. قال البنت النصف وبنت الابن السدس والأخت الشقيقة عصب لها الباب. يقول فضرب على صدري وقال بارك الله فيك يا عمار. شيخنا فرح بهذا الكلام مع انه هو يعني عمره قريب من عمر الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، وشارك في اخراج فتاوى شيخ الاسلام، لكن يقول فرح من هذه الكلمه التي والدعاء الذي قال للشيخ بن باز رحمه الله.